حاج سعيد من البحيرة اتفضل. الو. ايوه حاج سعيد اتفضل. الله يخليك يا باشا. انا من 2014 كنت مدافع على حته ارض، ورحت الاستاذ صلاح ابو هلال واشار له على الطلب والسكرتاريه على وزاره التعمير والاستصلاح الاراضي، لغايه دلوقتي تصور سيادتك ما قدموش عليا حتى، قالوا لي عرفت ولا عبروني حتى والله. دلوقتي انت عشان تقدم، انا كنت بنجدد فيها على مده الدكتور يوسف والي وعلاء بندق في ايام ما كانوا بيقولوا صغار الفلاحين ابناء الفلاحين ابناء المعدمين اللي هم ربنا خلقهم وما لهمش حد يمسكهم. انت بس يا اخي. ايوه حاج. يعني عندي اسره دلوقتي وانا راجل بقى اتلطمت في المزارع ولغايه ما رجعت خالص، وعندي عيال شباب في البيت وهنا وهنا، ومش عارف ناخد نص فدان من بلد مصر الحبيبه اللي انا عشت فيه واتولدت فيه. مش عارف ناخد ولا عارف ناخد حج ولا باطل مع اي مسؤول، حتى نروح نطلع 14 دور في وزاره الزراعه اللي هي استصلاح الاراضي وتعمير استصلاح الاراضي. تصدق بقى ان الموظف اللي هناك ما سال فيا حتى، وماشي ماسك سندوتش وكوبايه الشاي والسيجاره، وبقول لا تواصل يا فندم روح. وانا طالعها من السلم، انت عارف السلم ده قد ايه، وانا نطلع وانا راجع عندي 70 سنه وزياده. نطلع على رجلي. طيب انا عايز بس اتكلم معاك يا حاج سعيد. هو احنا علشان نقدم على ارض، انا عارف ان انت بتقول ان انت راجل فلاح واديت صحتك وعمرك كله للبلد دي وللارض، ونفسك في نص فدان بتقول لي حتى الواحد يقعد فيه ولاده يشتغلوا نص فدان. طيب لما يكون انت عايز تقدم في مشروع، مش لازم يكون الدوله اعلنت عنه الاول علشان اروح اقدم، ولا انا بقدم على طلب؟ انت افضل في سينا وفي مطروح وقالوا طيب. قالوا طب سيبنا حاج سعيد كده نتكلم مع مع السيد وكيل الوزاره عندك ونشوف المحافظه اخبارها ايه وهرد عليك. حاضر بشكرك. فلاح المصري عايز يشتغل وعايز ينتج، بس عاوز حد يمسك ايده. احنا فعلا بدورنا كقناه مصر الزراعيه وبرنامج الزراعي مباشر بنحاول نوصل صوت كل فلاح للمسؤولين، نحاول نتكلم معاه يمكن لما يفضفض حد يسمعه وهو من نفسه يستريح، يحس ان هو لسه كلمته مسموعه. واظن ان القرارات اللي قام بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كانت قرارات مفرحه للفلاح المصري، لكن الفلاح المصري نفسه في المزيد. ان شاء الله القادم احسن. شكرا لكم والى اللقاء.